وظيفة القضاء تتطلب بعض الضوابط المهنية، منها واجب التحفظ، لكن التحفظ في محطات تاريخية تتعلق بمصير البلد تساوي الخيانة. لذلك قررنا أن نكسر حاجز الصمت خرقا لواجب لا معنى له عندما يتعلق الأمر بمصير البلد برمته. نحن قضاة، وبهذا المفهوم نطالب باحترام القانون بكل صياغه والدستور بأولوية باعتباره القانون الأساسي للبلد. يكفي استغباء للجزائريين، العدالة الجزائرية يصنعها أبناء الشعب، تحكم باسمهم وتنصاع لإرادة الشعب في كل الظروف. الانتخابات القادمة إذا ما فرضت على الجزائريين فيما يخصني لن أؤطرها، وأدعو كل قضاة الجزائر. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، إلى اتخاذ موقف يجعلهم فعلا أبناء الشعب، ويتيح لهم بعد ذلك أن يحكموا باسمه وبكل افتخار. شكرا لكم. و